الوضع الحالي اللي عم نعيشه سمر، والأزمة الاقتصادية خاصة بظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة. دائما بنذكر بموضوع هو التكافل الاجتماعي، هذا التكافل يلي عم يشتغل عليه بشكل دائم شباب سوريين من خلال الفرق التطوعية والجمعيات الخيرية. اليوم فريق عمرها التطوعي حمل رسالة سلام ودفى من أطفال دمشق إلى أطفال الغوطة لتقديم يد العون عبر مبادرة اجتماعية إنسانية ونفسية. رح نتحدث بشكل أكبر عن هاي المبادرة وعن مبادرات فريق عمرها التطوعي. بصرنا أكيد نرحب بالسيد محمد فطايري، مشرف عام بفريق عمرها التطوعي. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. صباح يكون خير وجمعة مباركة على الإخبارية. اهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. صباحك. بالبداية خلينا نبلش سلام ودفى، خلينا نحكي عن العنوان، عن سبب التسمية. بلشتوا مثل ما بعرف ب 2016، تماما. خلينا نحكي عن بدايتكم لحد اليوم. سلام ودفى سبب التسمية صراحة بال 2015 و 2016 كانت أوج الأزمة السورية، فكان كلنا بحاجة لهذا السلام اللي نحن هلا الحمد لله عم نعيشه، زائد موجات البرد القاسية اللي اجت على سوريا، فحبينا نسمي المبادرة سلام كسلام داخلي، وكدفى كمان كدفى داخلي. أكيد. احكي لنا من 2016 لحد اليوم سلام ودفى شو عم تعمل؟ شو هي حملاتكم اللي عم تكون؟ سلام ودفا واحد كانت برعاية الأمين القطري المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي رفيق هلال الهلال ضمن مكتبة الأسد الوطنية بدمشق. كانت هي عبارة عن حفل موسيقي، رسم الحضور له قطع ثياب جديدة تتوزع على أطفال ذوي احتياجات أو أطفال بحاجة بأرياف دمشق. طورنا سنة عن سنة لحتى وصلنا اليوم للموسم الخامس فيها. كان شيء مختلف. كنا نحن اليوم عم نستهدف المدارس الخاصة بمدينة دمشق وريف دمشق بنشاطات بقسم الأطفال لهذيك المناطق ولهذيك المدارس، من خلال حملات توعوية ومن خلال أنشطة هادفة وترفيهية. بنهاية النشاط عم ندعي الأطفال بسكتش مسرحي بسيط لدعم أطفال هن ما عندهم ثياب، هن عايشين بحد أدنى من كل شيء. بأيام مقبلة بنرجع المدرسة بنحصل على دول التبرعات ويتم توضيبها للعملية الجاية. تمام. أكيد. كمان خلينا نحكي، هلا انتم وين موجودين؟ موجودين بالشام بريف دمشق، هل انتم حتروحوا على المحافظات السوريه ولا حصرا موجودين؟ ونحكي عن روح العمل الجماعي، انتم كفريق قديش عددكم وكيف روح العمل الجماعي عم بتكون؟ نحن متواجدين ضمن مدينه دمشق وريف دمشق. الحملة حملة سلام ودفا هي طبعا حتتم بجمع التبرعات من هدول المناطق وتوزيعها بالغوطتين الغربية والشرقية بالإضافة لضياع جبل الشيخ. كمتطوعين فريق عمرها نحن حوالي 200 حدا تقريبا، كإداريين وكمتطوعين عاديين 90% واكثر من 90% هن طلاب جامعيين، اختصاصات عمليه اكثر من نظريه، اطباء، مهندسين، محامين، اقتصاديين. طبعا ما في داعي احكي لك عن الروح الجماعيه، يعني امبارح مثلا كنا باربع مناطق سوا، بمدارس المختار على طريق المطار، كنا بروضات بحي المزه هون بنفس التوقيت تقريبا. حلو. تم تقسيم الفريق لاربعه اقسام والحمد لله كانت فعاليات ناجحه امس. سيد محمد، يعني دائما العمل الإنساني يهدف وخاصة لشريحة هي مثل ما بنقول عنا شريحة كتير مهمة بالمجتمع وهي الطفل. يمكن استهدفت أطفال الغوطة آلية توزيع هدايا طبعا للروضات لهدول الأطفال يلي انحرموا يمكن بظل الحرب من كتير من الأمور يلي طبعا من حقوقهم هي، ولكن أنتم كشباب سوريين قدمتوا لهم الهدايا لرسم بسمة وهي قيمة نبيلة من قيم النبلاء يمكن يقدموها لأطفال عانوا فترة حرب قاسية. هون نرجع نحكي على نظرية التكافل الاجتماعي اليوم كسوريين نحن كنا عم نعيشها. اليوم لما طفل يستطيع تقديم قطعة ثياب جديدة أو حتى مستعملة، طريقة التقديم كانت أكثر من رائعة، مغلفة ضمن هدية كيسادية محطوط مع لعبته لهذا الطفل، كاتب عليها اسمه إذا بدك تتواصل معي،
كانت طريقة كثير كثير بتعبر عن مسؤولية طبعا من الأهل أكثر من الولد، ضمن تجاربنا السابقة بالمدارس اللي زرناها. هدول الأطفال بالغوطة، سواء الغوطة الشرقية أو الغوطة الغربية، مثل ما تفضلتي، هن بيعانوا أو عانوا من سنين من الأزمة ومن الحرب، عندهم ما عندهم أدنى سبل العيش. يعني اليوم كأسر هليك، نحن من خلال 7 أو 8 سنين متواجدين ضمن هذيك المناطق، كثير من الأسر هي ما عندها القدرة على شراء قطعة ثياب وحدة لطفل من صحيح الأطفال، في صحيح ظل تعدد الكبير للأطفال اللي هليك. يعني أقل أسرة هليك بتلاقي 4 أو 5 أطفال وما عندهم سبل العيش لهدول الأطفال. لا، نحن ننتقل على موضوع القرطاسية أو الطبابة أو حتى فكانت هي لفتة كثير حلوة بهذا الظروف بالتحديد، بظل الأزمة الاقتصادية اللي عم نعيشها، بوسط أزمة الغلاء الكبيرة اللي عم نعيشها، بتقديم هدول قطع ثياب جديدة أو مستعملة لهدول الأطفال. تمام. خلينا نحكي عن يوم الطفل العالمي، شو حتتضمن فعاليتكم؟ شو في عنكم بهذا اليوم؟ بكره بمناسبه يوم الطفل العالمي، بتعاون مع مديريه الثقافه بدمشق والمركز الثقافي العربي بحي المزده، حتنطلق فعاليه اطفال عمرها التطوعي. في فريق عمرها تطوعي رديف، هو فريق الاطفال. فريق الاطفال انطلق بال 2018، مكون تقريبا من 30 ل 40 طفل من سن 6 سنوات ل 12 سنه. هذا الفريق شو بيساوي؟ كل جمعه وسبت ضمن مراكز الفريق بيخضع لدورات تدريبيه وترفيهيه، بالاضافه لدعم ببعض المواد، زائد له حملات مجتمعيه. يعني السنه الماضيه هو نزل باليوم البيئي نظف شوارع بدمشق، نزل باليوم العالمي للمسنين على دار الكرامه للمسنين، قدم هدايا للمسنين وشاركهم بوجبة افطار. اليوم لا، نحن حبينا كأطفال عمرها نكرمهم بهذا اليوم. حيكون في فقرات مسرحية توعوية بالإضافة لفقرات غنائية، عروضات راقصة، وتكريم للمشاركين. أكيد. خلينا لكان كمان نحكي، مثل ما قلت حكيت عن الأطفال، خلينا نحكي كيف عم بيكون التعامل مع الأطفال، وكيف كمان لكل حدا اليوم عم بيتابعنا، بدي توجه كلمة لكل حدا عم بيتابعنا، كيف هي طريقة التبرع عنكم؟ كيف ممكن يتبرعوا؟ شو هي القصص اللي ممكن يتبرعوا فيها؟ هل هي قصص بس فقط مادية، ولا كمان في ممكن ثياب، ممكن لا ألعاب، ممكن أي أشياء تانية؟ خليني جاوبك على الشيء الأول من السؤال. فريق الأطفال هو مدرب ومجهز بمختصين بهذا المجال. عندنا فريق دعم الأطفال هو مكون تقريبا من 20 متطوع، عندنا خريجين كلية تربية، تربية الطفل وتربية خاصة، زائد أطفال ذوي احتياجات خاصة، بيتابعوهم ضمن هذا المجال، بيأهلوهم. طبعا نحن كثير بنركز على موضوع حماية الطفل، ما يتعرض لمخاطر، ما نتعرض بشيء إيجابي لشيء سلبي. طبعا هذا كثير شيء بننتبه له ضمن الفريق. بالنسبة لموضوع سلام ودفى، نحن عم نحكي فيه هلا بموضوع التبرع. أي حدا عنده قطعة جديدة، قطعة مستعملة بحالة جيدة، بتمنى إنه يتواصل معنا كفريق عمرها تطوعي، ونحن عم نروح ناخذها من عنده من مكان تواجده. نعم. أو حدا قادر يساعدنا أكيد بعملية التنظيف أو بعملية التوضيب أو بعملية الإيصال، كمان هو مرحب فيه. بالأخير كأي شاب سوري، سواء هو بمؤسسة أو بفريق أو كجمعية، هو قادر يوصل رسالة تطوعية من بيته أو بوسط منفرد منه دون أن يوجد ضمن هاي المؤسسة. نعم. يعني خليني بس أحكي لك تجربة صغيرة بفعاليات الماضي. أحيانا بحملة الألف سلة، حملة الألف سلة وصلنا تقريبا 5000 سلة غذائية بوقت الحظر بوقت كورونا. كثير من المتطوعين اجوا على مسكليتات واجوا بسيارات لايصالنا، هن مو ضمن كادرنا. فهلا نفس الشيء بحمله سلام ودفى، يلي بيقدر يساعدنا ويتواصل معنا على الصفحه او على ارقام الفريق. ان شاء الله تكون وصلت رسالتك يا محمد من عبر شاشه الاخباريه السوريه لكل اللي عم بيتابعنا، وضروره التكافل الاجتماعي بهذا الوقت خلينا نقول او من السنه او من الظروف اللي نحن عم نمر فيها، خاصة بالبرد. يعني أكيد بدنا نتمنى لكم التوفيق بجميع مجالاتكم، وخاصة بالعمل الإنساني الهادف يلي نحن بنفتخر فيكم كشباب سوريين، ونعول على الشباب السوري بهذه المرحلة وبكافة المراحل القادمة الجميلة القادمة إن شاء الله يا رب.
أكيد سلام ودفء بتمنى تنتشر مو بس بدمشق، بكل المحافظات السورية، بس بالأعياد شو في عنكم كمان بالختام لنقدر إن شاء الله. نحن بعد هالفعالية مباشرة عندنا فعالية ميلاد ودفء، هي فعالية تستهدف أطفال ذوي احتياجات خاصة ومشفى الأطفال. بننزل بتياب بابا نويل، بنقدم لهم هدايا لهدول الأطفال المتواجدين هليك كرسالة منا لإلهم، بنتمنى لهم طبعا كل الشفاء وكل العافية. نتمنى لك كل التوفيق، شكرا لك، شكرا لوجودك. شكرا كثير الإخبارية اللي عم تغطينا صراحة بكل مجال بكل فعالية نحن عم نقوم فيها. واجبنا محمد، شكرا لك. نحن كإعلام وطني دائما بتكونوا أنتم لعنا الأساسيين واللي بتعطوا طاقة وبتعطوا اندفاع لجميع الشباب السوري.